بالنسبة للسيكشن ده هو بيتكلم على التايمر والكاونتر، تمام؟ طيب انت المفروض عندك في ال 80 51 في تو تايمرز عندك موجودين فيه، اللي هما التي 0 والتي 1. طيب التي 0 والتي 1 دول بيعدوا اقصاهم ان هما بيعدوا 16 بت، يعني بيعدوا من اول انيشال فاليو انت بتديها لهم او من الصفر يعني لحد 2 اس 16، ده اقصى حاجه بيعدوها. وفي كذا مودس ممكن مثلا يعدوا لحد 2 اس 13، 2 اس 8، تمام، لكن اقصاها يعني ان هما بيعدوا 16 بت لحد 2 اس 16. طيب بيتعاملوا مع رجسترات ايه؟ قال لك التي 1 بيتعامل مع تي اتش 1 اللي هي التي هاي 1 وتي لو 1، تمام؟ والتي 0 اللي هو التايمر 0 بيتعامل مع التي هاي 0 والتي لو 0. فانت معاك تو تايمرز اللي هي تي 0 والتي 1. التي 0 بيتعامل مع تو ريجسترز اللي هم التي لو 0 والتي هاي 0، والتي 1 بيتعامل مع التي لو 1 والتي هاي 1. طيب والتايمر ده ممكن تستخدمه كتايمر او ككاونتر، تمام؟ وهو دايما بيعد بيكاونت اب، يعني دايما بيزيد مش كاونت داون. طيب طب ليه هو عامل لهم كل واحد بيتعامل مع تو ريجسترز اللي هو التي ال والتي هاي؟ لان المفروض اصلا انت مثلا عايز تدي له انيشال فاليو للتايمر ده بحيث ان هو يبدا عد من عندها. فالانيشال فاليو زي ما قلت انت مثلا التايمر ده اقصاه انه يعد 16 بت، فلو انت عايز تدي له انيشال فاليو 16 بت فخلاص تديها له فين بقى؟ في ريجستر 16 بت. طب هو اصلا ما فيش ريجستر بيتعامل معاه هنا 16 بت، فقال له خلاص انا اللي هو التي لو ده عباره عن 8 بت والتي هاي عباره عن 8 بت، فما اجي احب ادي التايمر ده قيمه ابتدائيه يبدا منها اديله ال 16 بت دول ازاي؟ عن طريق ادي ال 8 بت اللو للتي لو وال 8 بت الهاي للتي هاي، تمام؟ طيب التايمر ده بيبقى له تو فلاجز، يعني التايمر ده المفروض بيبقى له اتنين فلاجز بيتعامل معاهم. لو انا عايز اشغل التايمر ففي فلاج اسمه التي ار، التي ار ده لو انا خليته بواحد فانا بقول له شغل التايمر، طب لو خليته بصفر فانا بقول له وقف الايه التايمر. طيب وفي عندي الفلاج الثاني اللي هو التي اف، التي اف ده اللي هو ايه؟ اللي هو انديكيتور كده بيقول لي والله هو التايمر خلص عد ولا ما خلصش عد. انا بدي له قيمه ابتدائيه يبدا يعد منها لحد ما التايمر يوصل اقصى قيمه عنده، ماشي؟ اللي هي 2 اس 16 مثلا، لو انا شغال في مود معين هيبقى 2 اس 16 اللي هو اقصى قيمه له. طيب هو دلوقتي يبقى هو دلوقتي خلص عد، هخلص عد ما يوصل لاقصى قيمه له، فالتي اف ساعتها بيكون بواحد. يبقى لو انا مثلا عملت تشيك على التي اف ولقيته بواحد يبقى خلاص عرفت ان التايمر ايه خلص عد. طيب لو عملت تشيك على التي اف ولقيته بصفر يبقى خلاص التايمر لسه بيعد، لسه ما وصلش لاخره. طيب التايمر بيوقف عد لحد امتى؟ قلت هو بيبدأ من قيمة معينة انت بتديها له لحد ما يوصل اقصى قيمة عنده اللي هي مثلا 2 اس 16 لو انا شغال على اقصى عدد بيتس له يعني. طيب 2 اس 16، طيب هو 2 اس 16 ولا 2 اس 16 ناقص 1؟ لا، هو بيعد لحد ما يوصل لكل افات، يعني كل وحايد اللي هي يعني 2 اس 16 ناقص 1، تمام، بس بيزود عليها واحد تاني ويوصل لصفر اللي هي 2 اس 16 بقى، تمام. فهو التايمر يعني بيخلص عد امتى؟ بيخلص عد اما يبقى كله اصفار، يبقى كده هو خلص عد. يعني مثلا بيبدا يعد من قيمه معينه انت بتديها له لحد ما يوصل لاقصى قيمه عنده اللي هو كل وحايد ويزود واحد تاني يوصل لكل صفار. اول ما يوصل لكل صفار يبقى هو كده ايه خلص عد. طيب بعرف ان هو خلص عد منين؟ عن طريق التي اف، بتشك عليه والله لو بواحد يبقى هو خلص عد، لو بصفر يبقى لسه بيعد. عايز اشغله عن طريق التي ار، لو خليته بواحد يبقى بقول للتايمر اشتغل، عايز اوقفه هخلي التي ار ده بصفر. التايمر بيتعامل مع تو ريجسترز اللي هي التي لو والتي هاي. لو انا عايز ادي التايمر قيمه ابتدائيه يبدا عد منها فبديله ال 8 بت اللو في التي لو وال 8 بت الهاي في التي هاي، وهنشوف امثله. طيب التايمر ده برضو ببدأ ابرمجه من البداية، بيتعامل مع الريجستر اللي هو اسمه التي مود. التي مود ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 8 بت. 8 بت ليه؟ عشان انا معايا تو تايمرز، تايمر 0 وتايمر 1، فالاربعة بت اللي هو خاصين بالتايمر 0 واربعة بت هاي خاصين بتايمر 1. طبعا البيتس اللي موجوده هنا هي اللي هنا، يعني ايه؟ يعني تايمر واحد هتلاقي في حاجه اسمها ام 0 وام 1 وسي على تي وجيت،
برضه تايمر 0 نفس الحكايه، ام 0 ام 1 سي على تي وجيت، ده تايمر وده تايمر، الاثنين منفصلين عن بعض، ده لو انت حابب يعني ايه تشغلهم. طيب فانت عايز تبرمج التايمر، فبتمرر القيم ديت للتي مود. طب ايه القيم دي؟ انت معاك الجيت، الجيت ديت يا اما صفر يا اما واحد، لو صفر فانت بتقول له انا هشغل التايمر سوفت وير كنترول، يعني هتحكم في التي ار اللي هو بشغل التايمر او بطفيه من جوه البرنامج، تمام؟ فبخليه يا الجيت بصفر، فبقول له ايه ده انا هتحكم في التايمر من جوه الكود نفسه بتاع البرنامج، فبخلي بخلي الجيت بصفر عشان اقول له ايه ده انا هتحكم فيه عن طريق السوفت وير كنترول. طيب لو خليت الجيت بواحد يبقى انا بقول له لا ده انا هتحكم في التايمر ده عن طريق السوفت وير كنترول بلس الهارد وير كنترول. ازاي؟ ان المفروض اصلا التايمر ده لو انا خليت الجيت بواحد فانا بقول له ايه؟ المفروض انت عندك في بنة اسمها اللي هي بي 3، البنة 3 هتلاقي فيها او البورت 3 يعني هتلاقي فيه بنتين، بنة مكتوب عليها انتربت 0 وبنة مكتوب عليها انتربت 1. انتربت 0 ده انتربت خاص بالتايمر 0، وانتربت 1 ده خاص بالتايمر 1. طيب فانا بقول له ايه بقى لو خليت الجيت بواحد؟ لو خليت الجيت بواحد بقول له اني انا لما اديك بلس هاي على الانتربت زيرو، يعني لما اخلي الانتربت زيرو ده بواحد ايه اللي هيحصل؟ تايمر زيرو هيبدأ عد، طيب يعني هيشتغل. طب لما اخلي انتربت زيرو ده بصفر يبقى تايمر زيرو ايه؟ هيقف، تمام؟ برضو انتربت واحد لو خليته بواحد يبقى تايمر واحد هيعد، لو خليته بصفر يبقى تايمر واحد هيقف، تمام؟ يبقى الانتربت ده هيتحكم في التايمر امتى؟ لو انا مخلي الجيت بواحد، لو مخلي الجيت بصفر يبقى خلاص الانتربت ده كده ملوش لازمه، وانا هتحكم في التايمر من جوه البرنامج عن طريق ان انا هعمل سيت بت للتي ار اللي هي بتخلي التايمر يشتغل، او اعمل لها كلير للتي ار بحيث ان التايمر يطفي، تمام؟ ده لو انا مخلي الجيت بصفر. لو انا مخلي الجيت بواحد يبقى يتحكم عن طريق الايه؟ الهاردوير، عن طريق الانتربتس اللي انا قلت عليها دي. طيب بالنسبه للبت اللي بعدها اللي هي السي على تي، السي على تي اللي هي زي ما قلنا التايمر ده بيستخدم ككاونتر وكتايمر برضو في نفس الوقت، يعني ده او ده. وبالتالي السي على تي لو خليتها بصفر ده بقول له انا هستخدمه كتايمر. كتايمر يعني ايه؟ التايمر لو انا مثلا مستخدم الكريستاله اللي مع المايكرو كنترولر 12 ميجا هرتز، فيبقى الماشين سايكل هنا عباره عن كام؟ عباره عن 12 على 12 اللي هي 1 مايكرو ثانيه، تمام؟ فهو كده التايمر لو انا خليت السي على تي بصفر فهو هيشتغل كتايمر، هيعد عده كل قد ايه؟ هيعد عده كل ماشين سايكل اللي هي كل 1 مايكرو ثانيه، تمام؟ يبقى مع كل 1 مايكرو ثانيه التايمر ده هيعد عده، ماشي؟ طيب لو خليت السي على تي بواحد يبقى بقول له لا ده انا هستخدمه ككاونتر، تمام؟ طب هيعمل ايه؟ يعني ايه هستخدمه ككاونتر؟ هستخدمه ككاونتر ده معناه انت برضو عندك في بورت 3 في بنتين، بنه مكتوب عليها تي 0 وبنه مكتوب عليها تي 1، تي 0 دي خاصه بالتايمر 0 وتي 1 خاصه بالتايمر 1، تمام؟ فلو انا خليت سي على تي ديت بواحد معناه ان انا بقول له هستخدمه ككاونتر، فكل ما تجي لك بلس على البنه اللي مكتوب عليها تي 0 ديت، تمام؟ يبقى خلاص كده انت هتعد عده، هتخلي تايمر 0 يعد عده، يجي لك بلس تاني تخلي تايمر 0 يعد كمان عده، بلس تاني تايمر 0 يعد كمان عده، وهكذا بالنسبه لتايمر واحد برضو لو جالك عليه بلس يبقى تايمر واحد هيعد عده، بعد كده بلس يعد كمان عده وهكذا. امتى هستخدم البنتين اللي هم تي 0 وتي 1 اللي موجودين في بي 3؟ لو انا مخلي سي على تي بواحد، يعني مستخدم التايمر ده ككاونتر مش كتايمر، تمام؟ طيب لو عايز استخدمه كتايمر هخلي السي على تي بصفر. زي ما قلنا التايمر ده اقصاه انه يعد 16 بت، تمام؟ يعني اقصى رقم هيوصله 2 اس 16، فانا عندي مودس عندي يعني ممكن اتحكم فيه انه مش يعد 16 بت، لا ده ممكن يعد مثلا 8 بت بس او 13 بت او 16 بت بقى اللي هو اقصى حاجه له. فانت عندك 3 مودس ممكن تحط التايمر دول فيهم، يا اما مود 0 يا اما مود 1 يا اما مود 2، بتتحكم فيهم عن طريق 2 بيتس خاصين بالمود اللي هو ام 0 وام 1، تمام؟ لو كان عندك ام 0 وام 1 0 يبقى خلاص ده هو كده مود 0 اللي هو هيعد 13 بت. طب لو مود 1 ده كده هتخليه يعد 16 بت. طب لو مود 2 يبقى كده هيعد 8 بت، تمام؟ يعني ايه 13 ويعني ايه 16 ويعني ايه 8؟ يعني هيعد من الانيشال فاليو انت اللي انت هتداله لحد 2 اس 8 مثلا، او 2 اس 16 او 2 اس 13 على حسب القيمه اللي انت مديها له بتاع المود يعني، تمام؟ طيب فمثلا مديك هنا هو مثال بيقول لك ايه؟ استخدم تايمر 0 في مود 1 علشان تطلع بلس هاي لمده 5 مللي ثانيه على بورت بي 3 0، تمام؟
ففي البدايه انا عايز بورت بي 3.0 يكون بصفر، بعد كده هطلع عليه بالص هاي لمده 5 مللي ثانيه، وبعد كده ارجعه تاني بصفر. فعشان كده في بدايه البرنامج عملت كلير لبي 3.0 عشان تبقى بصفر في البدايه، بعد كده المفروض اطلع عليها بالص لمده 5 مللي ثانيه بس باستخدام التايمر، مش عامله انا هنا باستخدام الديلي لان هو بيقول استخدم الايه التايمر. فعشان استخدم التايمر زيرو هنا فلازم الاول ابرمجه. ابرمجه ازاي؟ عن طريق ان انا برمج امرر القيم للتي مود اللي هو ريجستر التي مود. فالتي مود هو بيقول لك انت هتستعمل انهي تايمر، هو قال لك هتستعمل تايمر زيرو، يبقى خلاص هتحكم في الاربعه بت اللو. الاربعه بت الهاي مش عايز في حاجه لان دول خاصين بتايمر واحد، هخليهم بصفار. فالاربعه بت الهاي بصفار، اربعه بت اللو بقى. انا دلوقتي هشتغل التايمر ده هتحكم فيه سوفت وير ولا هارد وير؟ اه هتحكم فيه سوفت وير، يبقى جيت اخليه بصفر. طب السي على تي، البت اللي اسمها سي على تي، هخليها بصفر ولا بواحد؟ اخليها بصفر لان انا هستخدمه كتايمر مش ككاونتر. تمام. طب ليه عرفت منين ان السؤال وضح ازاي ان انا هستخدمه كتايمر ومش ككاونتر؟ عن طريق ان هو قال اداك وقت اهو، بيقول لك 5 مللي ثانيه، فخلاص ده معناه ان انت هتستخدمه كتايمر هنا. تمام. طيب فالسي على تي هتبقى بصفر. طب انا هشتغل مود واحد ولا مود زيرو ولا مود اتنين ولا مود ايه بالظبط؟ هو قال لك اهو مود 1، فخلاص يبقى زيرو واحد عشان ده كده ايه مود 1. تمام. يبقى انت كده برمجت التايمر. طيب التايمر ده انت عايزه يعد كام عدة؟ التايمر ده انت عايزه يعد عدد عدات معين بحيث انه يوصل الوقت بتاعه ل 5 مللي ثانية. تمام. علشان تفضل البنة اللي هي بي 3.0 هاي لمدة 5 مللي ثانية. طيب 5 مللي ثانيه يعني 5000 مايكرو سكند. لو انا مستخدم الكريستاله 12 ميجا هرتز، فاحنا قلنا ان التايمر بيعد عدة كل واحد مايكرو ثانيه. التايمر بيعد عدة كل واحد مايكرو ثانيه، وانا عارف 5 مللي ثانيه دي عباره عن 5000 مايكرو ثانيه، يبقى انا عايز التايمر يعد 5000 عدة. تمام. طيب عشان اخلي التايمر يعد 5000 عدة، ينفع اقول له مثلا ابدأ من الصفر وعد لحد 5000؟ لا. ليه؟ لان انا كل مره عايز اتشيك على التايمر ده هو هيخلص عد ولا مش هيخلص. فعشان اتشيك على التايمر هو خلص عد ولا لا عن طريق تي اف. فتي اف ده بيبقى بواحد امتى؟ اما يخلص عد. اما يخلص عد يعني ما يوصل ايه، يوصل التايمر لاقصاه، مش يوصل لقيمه انت محددها له، لا يوصل لاقصاه. طب ايه اللي انت بتتحكم فيه؟ اللي انت بتتحكم فيه ان انت ممكن تدي له فاليو يبدا يعد من عندها لحد ما يوصل لاقصاه، يبقى هو كده ايه خلص. طيب انا عايزه يعد ال 5000 عده. 5000 عدة يعني ايه؟ انا ممكن زي ما قلت انا التايمر بيقول ان هو خلص لما يوصل لاقصى قيمة عنده اللي هو 2.16 دلوقتي، لان انا شغال مود واحد. تمام. فعايز اقول له ايه، انا هبدأ من عند اقصى قيمة اللي هي 2.16 دي، هطرح منها 5000. تمام. عشان اجيب لك القيمة بقى اللي انت هتبدأ من عندها، فيبقى 2.16 ناقص 5000 لان انا عايزه يعد 5000 عدة، فيبقى هيديك 60536. طيب 60536 دي انت عايز الكاونتر يبدأ عد من عندها علشان يوصل ل 2.16. اه الكاونتر هيبدأ عد من عند 60536 لحد ما يوصل ل 2.16، يبقى هو كده عد كام عدة؟ عد فعلا 5000 عدة. تمام. طيب 60536 انت عايز تقول له ابدا عد من عندها، صح؟ فلازم الاول تحولها لهكسا، فحولناها لهكسا على الاله فطلعت اي سي 78 هكسا. طيب القيمه اللي انا عايز اخلي الكاونتر يبدا عد من عندها قلنا بنحطها في التي هاي والتي لو. فالتي هاي بحط فيها الجزء الهاي من الرقم ده اللي هو الاي سي، والتي لو بحط فيها الجزء اللو من الرقم ده اللي هو 78 هكسا. طيب بعد ما عملت كده انا عايز بقى اشغل التايمر، فلازم اعمل ست للبت اللي هي تي ار 0 اللي هي تتحكم في تايمر 0 علشان يشتغل. ولازم انا عايز ايه اللي يحصل طول ما التايمر ده شغال؟ طول ما التايمر ده شغال فهو بيعد 5 مللي ثانيه. خلال ال 5 مللي ثانيه دول انا عايز اللي يحصل، انا عايز البنه بي 3 0 يطلع عليها واحد، فعشان كده عملت ست بت لبي 3 0. وكل شويه بقى في السطر اللي بعده هقعد اتشيك على التي اف اللي هو التايمر خلص ولا ما خلصش. تمام. التي اف زي ما قلنا لو بواحد يبقى التايمر خلص، لو بصفر يبقى التايمر ايه لسه بيعد. فهقول له جامب نوت بت للتي اف وهير وهير نفس السطر. يعني ايه؟ يعني لو لقيت التي اف ديت بزيرو يبقى التايمر لسه بيعد، يبقى خليك عمال تشيك على التي اف، خليك عمال تشيك على التي اف، طول ما هي بزيرو افضل تشيك عليها لحد ما تبقى بواحد. لحد ما تبقى بواحد ايه اللي هيحصل؟ هيدخل بقى في السطر اللي بعده هيعمل ايه؟ هيعمل كلير لبي 3 0. ليه؟ لان هو خلاص خلاها كده ايه؟ خلاها نص او خمسة، خلال 5 مللي ثانية خلاها واحد، خلاها بواحد، خلى البت بي 3 0 بواحد، خلاها هاي. طيب
خلال كام؟ خلال 5 ملي ثانية. أنا عايز بعد كده يبقى بصفر، تمام؟ فعشان كده أول ما يخلص عد قلت له خلاص خلي بي 3 0 بصفر، فعشان كده عملت كلير لبي 3 0، أوقف التايمر، فعشان كده عملت كلير لتي ار 0. بعد كده التي اف 0 اللي هو اللي أنا كنت بتشك عليه، هو التايمر خلص عد ولا ما خلصش؟ ده ماله؟ ده المفروض لو بواحد يبقى التايمر خلص عد. قال لك ان هو لما بيطلع لواحد كده بيفضل ثابت عند الواحد بقى، تمام؟ لازم انت اللي تنزله، فعشان كده هتعمل له كلير لتي اف 0، تمام؟ وبعد كده انت، يبقى ده كده البرنامج اللي هو كان عايزه، بيخرج على بورت بي 3 0 بلس هاي لمده 5 مللي ثانيه، وبعد كده بس كده خلاص، تمام؟ بالنسبه للمثال الثاني هنا بيقول لك يوزنج تايمر ان مود 0، تايمر واحد هتستخدمه في مود 0، تمام؟ to generate square wave at port B20 from 2 كيلو هرتز at B30. طيب يعني ايه؟ تعال نشوف. المفروض هو بيقول لك ان التايمر اللي هو T1 ده انت عايز تعمل له ايه؟ عايز تخليه تشغله على مود 0. فتعالى الاول نبرمج التايمر. التايمر هنبرمجه ازاي؟ عن طريق ان احنا هنمرر للريجستر اللي هو التي مود ده القيم بتاعتنا. قلنا انا معايا 4 بت هاي، دول بتوع تايمر واحد، و4 بت لو بتوع تايمر صفر. التايمر اللي انا مش هتعامل معاه هنا اللي هو تايمر صفر، فعشان كده هخلي ال4 بت اللو بصفار كلهم، وال4 بت الهاي تعالى نشوفهم. دلوقتي انت عايز تتحكم في تايمر واحد اللي هو الجيت بتاعه بكام؟ هخليه بصفر لان انا هتحكم فيه سوفت وير. بعد كده السي على تي انا شغاله كتايمر، وبالتالي هخلي السي على تي ديت بصفر. بعد كده المود هو قال لك شغال مود 0، فعشان كده صفر صفر، وبالتالي التي مود هيبقى كده كله ايه؟ كله صفار. بعد كده انت عايز تدي له قيمه يبدا عد منها لحد ما يوصل لحد ما يخلص، تمام؟ فكره البرنامج ان هو عايز يولد سكوير ويف، بتبقى سكوير ويف يعني ايه؟ يعني نص موجه هاي ونص موجه لو، نص موجه هاي ونص موجه لو، فالنص الموجه الهاي ده اكيد له وقت، تمام؟ فعشان اجيب وقت الموجه الكامله، وقت الموجه الكامله هو مديني الفريكوانسي بتاع الموجه 2 كيلو هرتز، يبقى وقت الموجه الكامله عباره عن 1 على 2 اللي هي كام؟ اللي هي نص مللي ثانيه. نص مللي ثانيه يعني كام؟ يعني 500 مايكرو ثانيه. 500 مايكرو ثانيه ده وقت الموجه الكامله اللي هي وقت السكوير ويف الكامله. السكوير ويف الكامله اللي هي بتتكون من جزء هاي وجزء لو، يعني 500 مايكرو ثانيه بتوع الموجه الكامله، منهم 250 مايكرو ثانيه هاي و250 مايكرو ثانيه لو. وبالتالي انت عايز التايمر ده يعد 250 عده، لو انت شغال طبعا على 12 ميجا هرتز كريستال، فهو كده بيعد كل واحد مايكرو ثانيه، فانت عايزه يعد 250 عده في الجزء الهاي، ويعد تاني 250 عده في الجزء اللو، وهكذا 250 عده في الجزء الهاي، وبعد كده 250 عده في الجزء اللو، وهكذا يفضل شغال عشان يولد لك الايه؟ السكوير ويف. طيب ال 250 عده دول انت هتشغلهم ازاي؟ او هتعدهم ازاي؟ لازم تطرحهم من القيمه اللي هيوصل لها الكاونتر في النهايه عشان يقول لك ان هو واقف. القيمه اللي هيوصل لها الكاونتر في النهايه زي ما قلنا انا شغال مود 0، مود 0 يعني اقصى قيمه هيوصل لها 2 اس 13، فيبقى 2 اس 13 ناقص 250 اللي هو اللي بيعدهم الايه؟ التايمر اللي انا عايز التايمر يعدهم، فعشان كده هتحول الناتج بقى بعد كده الهكسا، فيطلع 1 اف 1 9، دي القيمه اللي هيبدا التايمر يعد من عندها، فهحط في التي هاي 1 اف وفي اللو 1 9. طيب يبقى التي هاي 1 حطيت فيها 1 اف، والتي لو 1 هحط فيها 1 9. بعد كده هعمل كومبليمنت البي 3 0. يعني ايه كومبليمنت؟ يعني لو كان بواحد اخليها بصفر، لو بصفر اخليها بواحد، وهكذا. طب ليه ما اعملش مثلا ست بت للمده دي، وبعد كده كلير للمده دي برضه ست، وبعد كده كلير ليه؟ لان انا هخلي البرنامج ده مش هشغله كده ورا بعضه، لا انا هخلي البرنامج ده يلوب على نفسه، عمال يلوب، تمام؟ كل شويه، وبالتالي انا عايز اعمل لها كومبليمنت. والله كاتب واحد خلاص خليها بصفر لمده 250، بعد كده خليها بواحد لمده 250، بعد كده صفر لمده 250، وهكذا، تمام؟ فعشان كده الكومبليمنت هنا بالنسبه لي ايه؟ اسهل، عشان انا هخلي البرنامج يلوب على نفسه، فتبقى كومبليمنت بي 3 0. بعد كده عايز اشغل التايمر، فقمت قايل له خلاص ست بت لايه؟ تي ار 1. ممكن ابدل السطرين دول بتوع الكومبلمنت وبتاع الست بت تي ار 1 عادي، تمام؟ طيب ست بت تي ار 1 كده يشغل التايمر. طول ما التايمر شغال انا هتشك على تي اف 1، والله لو تي اف 1 وصلت 1 يبقى هو خلص عد. طب لو ما وصلتش 1 افضل تشك عليها، فعشان كده قمت قايل له جامب نوت بت لتي اف 1 وهير، وهير نفس السطر، يعني لو التي اف ديت لسه بصفر يبقى هو بيعد، يبقى افضل تشك عليها لحد ما توصل 1. اول ما توصل 1 يبقى هو خلص عد.
خلص عدى، هتروح تعمل ايه؟ هتروح توقف التايمر، يعني هتعمل كلير لتي ار واحد، وبعد كده هتعمل كلير لتي اف واحد، لان زي ما قلنا هي بتوصل واحد، وما اللي هي تي اف واحد بتوصل واحد عشان تديك انديكيشن ان التايمر ايه؟ خلص وما بتنزلش تاني، فانت لازم تعمل لها كلير، فعشان كده بتعمل كلير لتي اف واحد، وعايز البرنامج ده يتكرر تاني، فعشان كده بعمل اس جامب اجين، واجين ديت محطوطه فين؟ محطوطه عند موف تي اتش واحد وواحد اف جنبها كده. طيب طب ليه اجيب محطوطه هنا؟ ليه اجيب مثلا مش محطوطه عند الكومبليمنت بتاع بي 3 0 مثلا؟ قال لك لان البرنامج عمال يعد، فطول ما هو او التايمر عمال يعد، طول ما هو عمال يعد التي هاي والتي لو ده القيم اللي انت حطيتهم فيه بيتغيروا، فانت لازم كل مره ايه تخلي القيم زي ما هي تاني عشان يرجع يعد 250 تاني، كل مره يعد 250 تاني، تمام؟ فانت لازم تحط الاجين هنا عشان يبدا يعد 250 تاني ايه كل مره، تمام؟ بس يبقى ده كده بالنسبه للبرنامج ده. قال لك لو انا هشتغل في مود 2، مود 2 انت عارف ان هو اقصى كام؟ اقصى 8 بت، يعني 2 اس 8، 2 اس 8 يعني مش مستاهل التو ريجسترز اللي انا حاططهم، اللي هم كام مثلا؟ اللي هم التي لو والتي هاي، لان انت التي لو اصلا 8 بت والتي هاي 8 بت، كنا حاطينهم علشان المودز اللي هي زي ال 16 بت وال 13 بت اللي هي اكتر من 8 بت، انما مود 2 ده هو بيعد 8 بت بس، فانا مش محتاج واحد من دول، تمام؟ فقال خلاص في مود 2 في حاجه ان انت بتعمل ايه؟ بتحط الرقم اللي انت عايزه يعد فيه بتحطه بالسالب، تمام؟ في التي هاي، يعني مثلا لو انت عايزه يعد 230 عده، فخلاص اللي هو في مود 2 لو انت بتشتغل 8 بت، تمام؟ لو انت عايزه يعد 230 عده تحط الرقم ده بالسالب، يبقى سالب 230 تحطه في التي هاي، تمام؟ والقيمه بتاع التي هاي دي مش هتتغير بقى معاك، تمام؟ ليه؟ لان هو زي ما قلت انت معاك تو ريجسترز، تي هاي والتي لو، تمام؟ في مود 2 بالذات ايه اللي بيحصل؟ التايمر بيشتغل ازاي؟ بياخد القيمه اللي انت حاططها في التي هاي اللي هي السالب 230 دي، بياخدها يروح يحطها في التي لو، تمام؟ طيب ويبدا يعد من التي لو، فالتي لو هو اللي عمال يقل او يزيد، يعني التي لو هو اللي عمال يزيد يزيد، لان هو بيكاونت اب، يزيد 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 لحد ما يوصل لاقصى قيمه له للكاونتر، وبعد كده يوصل ليه؟ لصفر. فالتي لو هو اللي بيتغير، التي هاي قيمته ما بتتغيرش، بيفضل بقى ايه بسالب 230 زي ما انت حاطه زي ما هو، تمام؟ ده في مود 2 بالذات عشان هنا هو بيتعامل مع 8 بت بس، فهو بيكاونت من التي لو والتي هاي بيفضل زي ما هو ثابت. فلو انت مثلا في البرنامج اللي فات ده بتعمل له على البرنامج، فانت مش مضطر تحط اجين هنا جنب التي هاي، تمام؟ هتحطها بقى في السطر اللي بعده، مش ملوش لازمه انك تحطها جنب التي هاي. ليه؟ لان التي هاي اصلا قيمتها مش هتتغير، هتفضل ثابته زي ما هي، تمام؟ لان هو في مود 2 بيعد من التي لو، مش بيعد من التي هاي. انت بتدي له التي القيمه اللي انت عايزه يعد فيها، انت بتديها له في التي هاي، تمام؟ ما ينفعش تديها له في التي لو، بتديها له في التي هاي، وبعد كده هو بياخد منها كوبي يحطها في التي لو ويبدا يعد من التي لو، فالتي لو هو اللي بيتغير معاه والتي هاي بيفضل ثابت، تمام؟ طيب قال لك لو انا عايز اشتغل على اكبر ديلي موجود في الكاونتر اعمل ايه؟ مثلا لو انا شغال مود 0 ف المفروض بيعد كام بت؟ بيعد 13 بت، فاقصى قيمه هيوصل لها كام؟ 2 اس 13. انا عايزه يوصل لاقصى قيمه دي، عايز اعمل اكبر ديلي، اكبر ديلي يبقى لما يبدا من صفر لحد ما يوصل 2 اس 13. طيب لو في مود 1 اكبر ديلي ايه؟ اما يبدا من صفر لحد ما يوصل 2 اس 16. طب مود 2 اكبر ديلي فين؟ من لما يبدا من صفر لحد ما يوصل 2 اس 8، تمام؟ فدايما اكبر ديلي لو انت عايز تحصل عليه خلي التي لو بصفر والتي هاي بصفر، عشان يبقى انت بتقول له ايه؟ ابدا عد من الصفر لحد ما توصل لاكبر قيمه عندك، يبقى ده فعلا اكبر ديلي.